حملة اللي كتقيس الحليب، كتقيس منتوجات اخرى بلا ما نسميها. انا ما بغيتش نخوض في كيفاش وهذا، ولكن الكلام اللي كنقول كعضو من الشركة ولكن قبل كل شيء مغربي، واش نضربوا في المصلحة الوطن عبر ضرب الاستهلاك ديال المواد اللي منتوجة في المغرب؟ واش هذا هو باش نزيدوا القدام؟ دابا هاد 400 ألف فلاح اللي كيفيق مع الفجر ويحلب البقرة ويعاود يديها للتعاونية يضرب على رجله ومن بعد يعاود يرجع، واليوم انتم كتشوفوا الله سبحانه وتعالى رحمنا بالشتاء، إذا الإنتاج الحليب متوفر ولا الاستهلاك هبط، شكون اللي غادي يشرب هذا الحليب؟ شنو يديروا به؟ شنو يديروا به الفلاح؟ راه خاص يكون واعي، خاص يكون واعي. وانا ما تندافع على اي علامه تجاريه، ما عنديش مهمه انا العلامه التجاريه، اللي بغى يشرب شي حاجه من عند شي حد الله يكمل عليه بخير، ولكن يشرب منتوجات وياكل منتوجات بلاده. على ود هاد البلاد راه واقفه بالمدن وواقفه بالبوادي، اللي ضرب في الاستهلاك ديال المنتوجات اللي جايه من الباديه راه كيضرب في راسه، كيضرب في بلاده، كيضرب في عائلته، راه هذا هو المغرب. وهذا ما كيعنيش ان يكون عندنا واحد زعما نطالبوا الشركات باكثر جوده، نطالبوا باللي بغينا، ولكن ندافعوا على بلادنا. انا كنقول واحد الكلام قاصح ولكن انا كنتحمل مسؤوليته، الضرب في المنتوجات الوطنيه اللي كتصنع من الانتاج الباديه المغربيه خيانه للوطن.